يا اهلا وسهلا فيكم. يعني مثل ما عرفنا انه كثير نسبه قليله من السيدات او العنصر النسائي ضمن الباحثين، وهذا بعد ما تطرقنا قديش هن قليل الباحثين في دولنا العربيه. قديش اليوم بتجي هذه الجوائز اللي حصلتوا عليها كتقدير معنوي على وجودكم بميدان اصلا نادر؟ هلا بداية وجود مثل هاي الجوائز، جائزة لوريا اليونسكو من أجل المرأة في العلم، بتحفز كثير وبتساعد كثير كبير لتحفيز المرأة وتسليط الضوء عليها. لما نسلط الضوء على المرأة وعلى دورها رح يكون في انعكاس كثير كبير للمجتمع. أول شيء لما نورجي الطالبات والنساء في الأعمار الأقل والأصغر في نماذج قدرت تنجح بالرغم من كل هاي الظروف وهاي العوامل المحيطة فيها، رح نكون بشكل لا إرادي عم نشجعهم إنهم يخوضوا هذا البرنامج وانهم يخوضوا هذا المجال. بنفس الوقت كمان هاي البرامج والزمالات لما تدعم المرأة في العلم بتوفر لها امكانات كتير كبيرة وبتوفر لها الموارد اللي بتساعدها انها تكمل بحثها، لانه احنا زي ما بنعرف ان الموارد المتاحة في البحث العلمي هي اقل من الشيء المرجو اللي احنا بدنا اياه، فوجود برامج بتدعمها وبتوفر لها دعم مادي بيخليها انها تقدر انها تتجاوز هاي العقبة وتكمل مشوارها التعليمي. صحيح. طيب أسيل، يعني أنت ما الجديد الذي قدمتي وأنت اختصاصية في الفيزياء والليزر لحتى أخذتي هذه الجائزة؟ احنا بالنسبة لنا كجروب بحثي في وزارة العلوم والتكنولوجيا مركز بحوث الليزر والكهروبصريات بدنا نركز على معالجة المشاكل اللي يعانيها منها المجتمع العراقي. بسبب الظروف اللي عاناها العراق وما شهدها من حروب، شهد انتشار واسع للأمراض السرطانية في العراق، ففكرنا بطريقة تجعل عملية العلاج الإشعاعي أكثر من خلال تقديم الأوبتيكال فايبرز أو الألياف البصرية كمتحسس للأشعة الدقيقة اللي يتسلمها الورم، بالتالي نحصل على نتائج علاج أفضل وتقليل المضاعفات الحاصلة للعلاج الإشعاعي يعني بعد عملية العلاج. إضافة إلى ذلك طبيعة عمل الديفايز اللي راح نقوم بتصميمه يجعله جدا آمن للعاملين في مجال العلاج الإشعاعي. جميل، يعني خاصة أنه جائزة نوبل للسلام هذا العام راحت أيضا للاختصاص الذي يعنى باختراع يعني أدوية جديدة للسرطان. شذا بدي أعود لعندك، وحضرتك قلت أنه في دعم مادي للمرأة لمواصلة التعليم، وحضرتك بعدك طالبة دكتوراه، هل هذا كان الهدف من وراء الاشتراك بالمسابقة؟ هو مو الهدف، لا مو الهدف الاول، هو صحيح له اضافه وما بننكرها انه اضافته قيمه وبتساعد كثير في البحث لانها بتوفر لنا كثير مواد احنا بتخلينا نقدر نستخدم تكنيك اعلى. انه احنا يعني مرات ما بيوقف البحث بالرغم من انه مثلا موارد قليله ما راح يوقف، بس بندور على تكنيك ارخص وبالموارد المتاحه. الدعم المادي كثير مهم بس هو مو الهدف الاساسي. تسليط الضوء اللي صار على الانجاز وعلى المسيره اللي كملتها، وانه انا مثلا طالبه في عمر صغير عندي اسره وبامكاني اوفق ما بين الامرين، رح يكون محفز كثير كبير لانه في كثير بنات ما بتكمل تعليمها الاكاديمي لخوفها من انها تقصر في احد الجوانب. صح. ايجاد هذا النموذج واحنا بنحكي للبنات انه لا، هي في بامكانك انك تكمل وهي في نماذج كملت وعم بتقدر تطلع شيء ويطلع شيء منها، فهذا هو بعتقد انه هو هاي الرساله الاسمى اللي ممكن ان نوصلها للبنات في هذا العمر. نعم. طيب حسب اليونسكو هنالك تدني بمستوى البحث العلمي في عالمنا العربي إذا ما قارنا بكندا وبأمريكا وبدول أوروبية أخرى، إلى أي مدى بتشوفوا أنه نحن عم بيكون عنا قلة بالدفع على البحث العلمي بعالمنا العربي وأنتنا من بلدين مختلفين من الأردن والعراق، وأدي نظام التعليم يساهم بذلك؟ هلا السؤال كان بشقين، انه قد ايه مقدار الدفع وقد ايه المستوى. المقدار الدفع صراحه هو اقل من المرجو لاجل امكانيات البلد، لانه مش عم بنحصل دعم خارجي انه بشكل متخصص لهاي لو نوجد زمالات وشراكات مع دول متقدمه ممكن انه عندنا كفاءات عاليه. صحيح، عندنا كفاءات عاليه والمستوى التعليمي لو بدنا نيجي على الجانب الثاني المستوى التعليمي جيد ومتقدم جدا في بلادنا،
والكفاءات الموجودة هي قوية، لأجل ذلك عم بنشوفها إنها عم بتهاجر وعم بتسافر، في عنا كفاءات قوية عم تطلع برا البلد لأجل الموضوع المادي. فلو وفرنا المادة ووفرنا الإمكانات لهاي العقول رح نلاقيها تقدر تستثمر في بلدها وننهض بشكل كتير كبير فيها. بما أنه عم نحكي عن تمويل للبحوث يعني الأبحاث العلمية، حضرتك بتشتغلي بجهة رسمية، وطبعا التمويل هو جزء من سياسة، من تمويل سياسة يعني واستراتيجية سياسية تطويرية كبيرة. قديش بتلاقي هذا الأمر بالعراق موجود أو مفقود؟ احنا قبل يعني الحرب ضد الإرهاب و جرائم داعش كان التمويل أفضل، كان فرصة الابتعاث أفضل، كثير من الطلاب تعثوا إلى بريطانيا وأمريكا وأستراليا، طبعا هذا كله راح يعزز المستوى العلمي في العراق. لكن بعد الحرب على الإرهاب هذا كله شدنا يعني، فقلة الابتعاث. لكن ما بتعتبري أنه ابتعاث الطلبة إلى خارج العراق هو جزء من مشكلة يعني؟ لا بالعكس، لان احنا بدل استثمار محليا يعني بعد الابتعاث احنا ملزمين انه نخدم في المؤسسه البحثيه او بالكليه اللي احنا موجودين فيها، يعني ما ممكن انه العقول تهاجر، لا بالعكس ملزمين. يمكن بالعراق انتم مجبرين، ولكن في عنا هجره ادمغه عم بتصير على الدول الاوروبيه، وبتسميها اوروبا الهجره الانتقائيه، يعني حتى العقول اللي عم تروح تدرس هنيك او حتى الاختراعات الناس اللي عم يخترعوا بعالمنا العربي عم يجتذبوا انتقائيا، وهيدي سياسة طبعاً معروفة عند أوروبا. طبعاً طبعاً أنتن كنساء عربيات لديكن أفكار علمية متقدمة، هل إذا ما لقيتوا هذا الدعم والاحتضان من عالمنا العربي كمؤسسات وكبحث علمي من المرجح أن تلجأنا إلى الخارج صراحة؟ بالنسبة لي لا، أنا يعني أكثر من فرصة قدمت لي في المملكة المتحدة وفي اليابان، لكن لا أنا مصرة أنه أبقى في العراق. مثل ما كبرني ووصلني إلى هذه المرحلة من واجبي أنه أخدم بلدي وأنقل ما نقلته من خبرات إلى زميلاتي الباحثات والباحثات الشابات اللي إن شاء الله راح يجون بعدنا. حلو، شادة بتوافقك أكيد. هل لأسباب شخصية عائلية مثل ما ذكرتي؟ لا، هو يعني أنا ممكن على مستوى أني أطلع أخذ خبرات أرجع، أما أطلع أترك بلدي زي ما حكت أسيل أنه البلد اللي كبرني اللي أنا كبرت فيه من وأنا صغيرة وتعلمت فيه وفي جامعاته رح أرجع أعلم الطالبات اللي فيه والأكاديمي اللي عن الكادر اللي إحنا موجود عندنا. أكثر من هيك ما أعتقد لا. طيب، غير التحدي المادي والدعم اللي المفروض حكومات العربية توفره لباحثينا وعلماء، ما هي التحديات الأخرى اللي بتواجهكم؟ أكبر تحدي كان بواجهني في المسيرة الأكاديمية هو التوازن. أصعب أمر أنه أنت تحقق التوازن ما بين المعطيات الكتيرة على مستوى الدراسة والعمل البحثي وعلى المستوى العائلة. أنا أم لطفلين وعندي عائلتي وأسرتي، فهاي المتطلبات كتير كبيرة ولازم يعني تضلك في المستوى الأعلى والمود الأعلى، حتى أنه الأطفال أنهم يكونوا في المرحلة النمائية قاعدين عم بنمو في بيئة صحيحة وسليمة. صح. فالتوازن ما بين كل هاي المعطيات كانت من أكبر التحديات. أكيد. ولقيت التحديات داخل المنزل يعني على النطاق الأسري، اللي هو دائما نحن بنقول للمرأة المتزوجة والأم أنه خلص أنت الأولوية بعملك هو المنزل حتى ما تقصري مع أولادك، أم لقيت التحديات الأكبر هي بالعكس هو من خارج المنزل؟ لا، داخل المنزل صراحة كان هو مش تحدي، كان هو الداعم. المشروع الأكاديمي هو مشروع عائلي، إذا ما كانت العائلة متفقة عليه جميعها ما رح ينجح. إذا العائلة كلها ما كانت هي عم أكيد رح يصير تقصير، لأنه صعب يعني أيام الامتحانات بيكون الوضع أصعب من أيام غير الامتحانات. تقدير الموضوع وترتيبه ضمن أولويات العائلة بخليه ينجح. ما هو يمكن تقصير مرحلة صغيرة ولكن بالزبط. على المدى الطويل الأولاد عم بيشوفوا أمه قديش عم تنتج وقديش عم تشتغل على نفسها، عم برجع على إلهم بقدوات لإلهم بأفكار تقصير يعني مبرر يعني لفترة صغيرة. فهو موضوع مرحلي مش أكتر، بس التفهم العائلة والتفهم الأسري اللي عم بصير هو اللي بخليه إنه يكمل، بخليه إنه الاحتضان الأسري. طب أسيل، شو رسالتك؟ يعني أكيد لديك الكثير من الأحلام للعراق اللي هو بحاجة لإلك،
ولناس اللي مثلك بخضم الأحداث السياسية والدموية اللي بتصير عن في إن شاء الله. أنا طموحي أن أكون مجموعة بحثية يعني لأن إحنا بالوطن العربي نفتقر إلى هذا الشيء أن نكون مجموعات بحثية. مجموعة بحثية في مجال علوم الليزر والكهرباء بصريات أو الفوتونيكس تتكون من الأساتذة الأكفاء اللي هم أكيد راح يكونون أكبر دعم لنا الأكبر سنا من عندنا والباحثين والمهندسين الشباب خاصة من النساء. بالتالي هاي أفكار الأصيلة الأفكار الأكبر من عندنا زائد الأفكار الجديدة ممكن أنه تتكامل ويعني توصلنا إلى نتائج أفضل وتؤدي إلى رفعة المستوى العلمي في العراق. وبما أنه أنا ربحت هذه الجائزة صارت علي مسؤولية أكبر أنه أنقل هاي تجربتي إلى الباحثات الشابات حتى يتشجعون هم يعني أيضا على مواصلة العمل في مجال البحث العلمي. حلو كتير إن شاء الله. يعني هذه رسالة للمرأة بالبحث العلمي إن شاء الله. نعم. بكلمة أخيرة شدا بالنسبة لها. أنا رسالتي للمرأة وللطالبات بشكل خاص إنها تبدأ إنه ما رح يكون في ظرف مناسب ولا هو الظرف الأنسب والأفضل كل الأوقات وكل رح يمر فيها صعوبات فهي تبدأ وتبلش مسيرتها الأكاديمية ورح تلاقي إنها هي عم تقدر تطلع فيها مرحلة في مرحلة وهو هذا الوقت الأنسب كان لها. صح إذا مبروك أسيل وشذا على هذه الجائزة وإلى مزيد من التقدم العلمي بعالمنا العربي.